أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج سهى جندي حرص الدولة على جذب استثمارات المصريين بالخارج. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لاستعراض أهم إنجازات الوزارة خلال عام، إلى جانب نتائج مؤتمر المصريين في الخارج النسخة الرابعة والذي عقدته الوزارة في 31 من يوليو الماضي. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة عكفت على إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي تأتي ضمن أحد طلباتهم، ويديرها بالكامل المصريون بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، كما سيتم تأسيسها برأس مال قدره مليار دولار، وستعمل في الأنشطة التكنولوجية والزراعية والسياحية.